الأكيد أننا على مشارف الامتحانات المدرسية الإجهادية، وهذه فرصة لأولا نتمنى لكل فلدات أكابر التلميذات والتلاميذ كل التوفيق إن شاء الله حتى تعم الفرحة كل الأسر. طبعا كلما حلت هذه الامتحانات تكون هناك أجواء نفسية خاصة في صفوف التلاميذ والأسر وأيضا حتى الأطر الإدارية والتربوية، بحكم أن هذه الامتحانات تشكل تتويج لمجهودات سنة دراسية. وطبعا حينما تحل مثل هذه المناسبات التربوية لابد أن نحذر التلاميذ. طبعا هذا خطاب لا نوجهه للجميع ولكن لفئة، وإن كان في الحقيقة لابد من هذا الخطاب التحذيري الذي يدعو إلى تفادي الغش، لأن على التلاميذ أن يركزوا على امتحاناتهم، فالتركيز على موضوع الامتحان وفهم السؤال هو جزء من الإجابة عليه. ونريد أن ننبه فلدات أكبادنا التلميذات والتلاميذ أن هذه السنة على مستوى الجهة عملية الإجراء أو ما يعرف عادة لدى العموم بالحراسة في الامتحانات ستكون من طرف أساتذة غير أساتذة التلاميذ كل مؤسسة تعليمية، وذلك لتأمين المصداقية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وطبعا ننبه أيضا التلميذات والتلاميذ أن عمليات الغش عادة لا تؤتي أكلها، فيستحسن أو من المفروض على التلاميذ أن يركزوا ويهيئوا أنفسهم لهذه الامتحانات ويتعاملوا معها بكل أريحية وبكل تركيز كما قلت. وطبعا لا ننسى أن ممكن أن تضبط عمليات غش أيضا على مستوى تصحيح أوراق التحرير، وبالتالي نتوجه للتلميذات والتلاميذ في مؤسساتنا التعليمية وفي كل الامتحانات المدرسية الإجهادية التي هم مقبلون عليها أن يتفادوا الغش وحتى التفكير في الغش، بحيث أن نفشل بكرامة خير من أن ننجح بغش. وبالتالي على الإنسان فقط أن يركز، وعادة الامتحان يكون في مستوى، وحتى المصححون يكتشفون هل فعلا التلميذ الذي أجاب لجأ إلى هذه طريقة غير مشروعة تربويا وغير قانونيا، وبالتالي لابد أن يلتزموا الحذر ويتفادوا كل عمليات الغش بما فيها استعمال الهاتف النقال. ونذكر بأن مجرد حمله إلى القسم فهو يعتبر غش، وبالتالي نركز على المواضيع التي تعطى لنا في الامتحان ونحاول أن نجيب، ذلك سيكون أجدى وأفيد وفيه منفعة للتلميذات والتلاميذ من أن نلجأ إلى طرق أخرى. وبخصوص كما قلت أنه أثناء عملية تصحيح يسهل على السادة الأساتذة والأستاذات المصححين أن يكتشفوا هل فعلا التلميذ تعامل مع الموضوع الامتحان ومع ورقة الامتحان بمجهوده الشخصي، أم أنه لجأ إلى طرق غير مشروعة أخرى، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على نتيجته. ولذلك نطلب من كل التلميذات والتلاميذ أن يتحلوا بالصبر وبالتركيز، فالامتحان يبقى في الأخير فرصة للإجابة ولتتويج مجهودات سنة دراسية. ونتمنى التوفيق لكل التلميذات والتلاميذ الذين هم مقبلون على اجتياز الامتحانات المدرسية الإجهادية سواء على مستوى البكالوريا أو السنة الأولى ثانوي تأهيلي في الامتحان الجهوي، أو على مستوى السنة الثالثة إعدادي، أو على مستوى السادس ابتدائي. وطبعا باسم كل الأطر الإدارية والتربوية في جهة والدة بالبويرة نتمنى لكل التلميذات والتلاميذ كل التوفيق.
والمزيد من التألق حتى تعم الفرحة كل الأسر، وتحية لكل المجهودات التي تبذل في هذا الصدد.